وينضم معنا مباشرة من محافظة أربيل مستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية السيد عادل المختار. سيدي أهلا بك. أستاذ عادل، مثلما تابعت تصريح وزير الموارد المائية عن وجود شركات حكومية وخاصة تقوم برمي الملوثات في الأنهر، كيف يؤثر هذا وما حجمه على الغلة الموسمية للمحاصيل الزراعية؟ شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الموضوع المهم واهتمامكم بملف المياه. حقيقة حديث الساعة اليوم، التصريح يقول وصل منسوب المياه الخزين استراتيجي انخفض لأكثر من 50%. هذا الانخفاض يدل على زيادة نسبة التلوث، كل ما تنخفض مناسيب المي التلوث يزداد أكثر، وشفنا اليوم الملوثات مستمرة والملوثين الكبار بالذات النفط والصناعة والصحة والأمانة لا زالوا مستمرين بالتلوث. إذن اليوم يجب أن تكون هناك معالجات. السؤال اللي أرد أطرحه من قناتكم الكريمة، ماذا لو كان الشتاء القادم جاف؟ هذا التساؤل اللي يجب أن نحطه أمامنا ونشتغل عليه. في هالحالة أحب أذكر انخفض الخزين ل50%، إحنا خفضنا الخطة الزراعية إلى 1.5 مليون، هسه بالجديد ممكن تخفض إلى 1.25 مليون. طيب إذا كان الشتاء القادم جاف أيضا إيش راح يكون؟ لأن السنة الرابعة فأكيد احتمال الخطة الزراعية راح تتأثر، الملوثات تصعد لدرجة كبيرة جدا، النزوح، البطالة، هذه كلها مؤشرات خطيرة. لذلك احنا نضعها امام المسؤولين هذا السؤال، ماذا لو كان الشتاء القادم؟ لأولا يعاد النظر بالسياسة الزراعية، يجب استبعاد كل قطاع يهدر مياه او يستخدم مياه كبير اكثر من اللازم، والذهاب الى القطاعات الحديثة، زراعة الري، الزراعة المائية، الشعير المستنبط، اهتمام بالزراعة الشتوية. نعم. هذه كلها حقيقة مهمة جدا، أن الزراعة المغطاة تكون أساس البلد، ثروة الحياة. شلون بدنا نغير المفهوم أو هو أستاذ عادل أيضا شح المياه، بالإضافة إلى ذلك شح المياه الذي يواجه العراق يبدو أنه لن ينتهي قريبا بسبب غياب اتفاق دول المنبع. هنا كيف سيلقي هذا الأمر على واقع الزراعة والمياه في العراق؟ حقيقة أنا أقول شيء واحد، تصريح معالي وزير الموارد المائية، دول الحوض كلها متعرضة لشحة مائية، وأكيد وفد راح زار سد أليسو والمنظومة كلها التركية وشاف أنه هناك شحة مائية، هذا كله يؤثر على الخطة الزراعية اللي قد تواجه التوقف بالكامل أو الشلل بالكامل لا سمح الله إذا كان الشتاء القادم جاف. هذه نقطة مهمة يجب أن يكون، رغم أنه أكو هناك استعدادات لاستخراج جزء من الخزين الميت للثرثار، خزان الثرثار للمحاولة بالمناورة، بالإضافة للخزين المتبقي كمية اللي أتوقع قريب 20 مليار، أيضا هذا يكون حقيقة مساند لهذه حتى نقدر ندفع خطوة أمام في حالة الشتاء القادم جاف. إذن الوضع الزراعي خطر في الخطة الزراعية، هناك أفكار يجب أن تغير، وبالذات المنظومات الري الحديثة، استخدام منظومات الري الحديثة بفتح الأسواق، فتح الأسواق دون قيد أو شرط، دون رسوم، دون جمرك، حتى طيب. كل الشركات تجيب منظومات ري حديثة يغرق السوق فيستمر الفلاح، منح قروض. نعم. طيب إذن في ظل كل هذه الظروف ومن ضمنها شح المياه، كيف سارت الأمور مع الخطة الزراعية الصيفية؟ هل الخطة نجحت وفق الظروف الحالية؟ يعني أريد أقول شيء واحد، أنه الخطة هي نجحت، كمية المياه المخصصة لها ماشية، ما عندنا مشكلة، يعني الكميات المياه المدعومة. لكن المشكلة اللي أحب أشير إليها التجاوزات على عمود النهر، وخصوصا يأثر على ذنائب الأنهار، وشفنا أول بارحة يمكن محافظ بابل تصريحه كان خطير جدا ومؤشر خطير. هذا المفهوم يجب أن نبدله، الدولة يجب أن ما تشتري أي محصول يزرع خارج الخطة،
لازم تمنع التجاوزات، لأن هذه التجاوزات إذا استمرت راح تأثر على الخزين الاستراتيجي أصلا، لأن تعرف على سبيل المثال الخطة 2.5 مليون دونم تزرع، اليوم نشوف الفلاحين دا يتجاوزون بتوصل لخمسة مليون، والدولة دا تشتري خارج الخطة، يعني انت دا تهدر كميات مياه أكبر من اللازم، بينما احنا نخاف مما لو كان الشتاء القادم جاف. اذا يجب التحكم في هذه المسألة، كل واحد يزرع خارج الخطة ما يشترى محصوله حتى نقدر نسيطر على الخزين ونقدر نستمر لفترة أطول في ظل هاي الجفاف اللي دا نشوفه. طيب هناك خطة أيضا للاعتماد على المياه الجوفية في الري، هل نجاح هذه الخطة مضمون؟ حقيقة المياه الجوفية استغلت في بعض المناطق للزراعة، وهذا أيضا أنا أشوفه مو صحيح، لأن المياه الجوفية يجب أن يكون خزين استراتيجي لمياه الشرب في حالة لا سامح الله إذا كان الشتاء القادم جاف. اللي أرد أشير أيضا في موضوع الحديث الساعة ممكن تحلية مياه البحر، حقيقة كل متر مكعب من تحلية مياه البحر يكلف دولار ونص إلى دولارين. إذا راح تتفاجئ إذا إحنا أولا مياه الشرب مؤمنة، لكن عندنا مشكلة في مياه الزراعة. إذا عرفت كل مليون دونم يحتاج 4 مليار متر مكعب، يعني إذا حلينا ماء البحر لمليون دونم نحتاج 8 مليار دولار، وهذا رقم ضخم، ممكن نستورد كل الإنتاج اللي كل الكمية اللي نحتاجها بهذا الرقم. إذا تحلية مياه البحر بهذا الشكل أعتقد صعبة. أيضا هناك موضوع من يقول الاستمطار، حقيقة الاستمطار أجري التجارب في الأردن على مستوى عالي، كل 3 أيام ممكن يمطر 2 مليون متر مكعب، يعني لو سنة كلها أمطار، خلي نحسبها سنة كلها أمطار، يعني يطلع لنا بحدود 120 مرة، يعني كلها تجيب لنا 240 مليون متر مكعب. احنا صرفنا 48 مليار متر مكعب، ده شوف الفرق حسب تصريح مستشار وزير الموارد المائية. ربما تريد أقرب لك الفكرة أكبر أقرب للجمهور تذكر حضرتك الفيضان اللي في الإقليم صار قبل كم شهر بالشتاء الماضي، تذكر الفيضان القوي اللي ضرب أربيل، هذا كله ما يعادل 400 مليون، اللي هو ما عدا أكثر من 15 سنتيم بالخزين. حتى يكون من الصعب الاستمطار، لأن أنت تصرف كميات مياه ضخمة، إذا ترشيد الاستهلاك إنشاء مجلس زراعي أعلى من الخبراء يخططون هو الأفضل والأبرز للذهاب إلى دول الجوار استخدام أوراق الضغط. شكرا لحضرتك من محافظة أربيل، كنت معنا مستشار لجنة الزراعة والمياه والأوهار النيابية سيد عادل المختار.